أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة من النيل، والتي نلقي فيها ضوء على أهم الأحداث سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الدولي. في حلقة اليوم سوف نناقش سويا بالبحث والتحليل، الرئيس السيسي يقوم بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة. عقب افتتاح معرض أهلا رمضان، رئيس الوزراء يؤكد أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير السلع بأسعار المناسبة لما بعد شهر رمضان. نبدأ بالملف الأول، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله السيد محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات أكاديمية الشرطة. صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرص سيادته على متابعة منظومة إعداد وتدريب طلبة كلية الشرطة. وخلال زيارته اطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، كما شهد عرضا لتدريب القتالي للطلبة وتدريبا عمليا على الرماية، وتلا ذلك زيارة للنادي الفروسية، وكذلك دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية. أيضا اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارة على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها تقييم أو المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية. أيضا ثم توجه سيادته لتفقد ميدان التحدي والقوى البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنيا وأيضا مهاريا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تفقد حمام السباحة الأولمبي بالكلية، شهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالي حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكي، وشاهد من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضا تقديميا عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضلا عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة مثل الرماية بالمحاكاة. ثم اختتم الرئيس جولته بالمجمع بمشاهدة بيان تدريب عملي للرماية، وتلا ذلك زيارة سيادته لنادي الفروسية واستمع إلى شرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية. أيضا في ختام الزيارة توجه السيد الرئيس إلى مقر زيارة أولياء الأمور الطلبة والطالبات الجدد، وألقى كلمة بهذه المناسبة متقدما بالتهنئة والشكر لهم على تقديم أبنائهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حماة أمن مصر في المستقبل القريب مع زملائهم من رجال القوات المسلحة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلي عبر الهاتف سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ. إذن سيادة اللواء، إذن أهمية هذه الزيارة وحرص القيادة السياسية على المتابعة الدورية لأبناء كلية الشرطة. أبدأ، مساء الخير وتحياتي لك ولأسرة الإعداد ولمشاهدين قناة النيل الكرام. زيارة الرئيس لكلية الشرطة ليست جديدة على الكلية، فهي زيارة مستمرة ليشاهد بنفسه
التطورات التي يصل إليها طلبة الكلية وخاصة الطلبة الجدد. النهاردة كانوا بيحتفلوا بقضاء المدة البينية اللي هي بيتحولوا فيها من المدنية للحياة العسكرية، وشاهد السيد الرئيس كما هي عادته دائما في زيارة مفاجئة للكلية في طابور الصباح، وشاهد التدريبات وشاهد الاستعدادات وشاهد التدريب المتطور الذي يحظى به هؤلاء الطلبة في كلية الشرطة ضباط الغد. وزيارة الرئيس بتدي دفعة للطلبة على أن المستقبل دول محل رعاية ومحل مشاهدة من السيد الرئيس شخصيا، وهذا دأب السيد الرئيس سواء بالنسبة للكلية الحربية أو لكلية الشرطة بصفة مستمرة. وزيارة اليوم تعد بحدث هام في حياة الطلبة الجدد وفي حياة الطلبة اللي هيتخرجوا السنة دي، أن السيد الرئيس جالهم مرتين السنة دي في كلية الشرطة. أيضا سيادة اللواء، لو تحدثنا أيضا عن حرص القيادة السياسية على خلق حالة من الوعي لدى هذا الجيل الجديد من أبناء كلية الشرطة بالتطورات الإقليمية والدولية وأيضا التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكان هناك حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة في هذا الشأن. شوف السيد الرئيس من يوم ما جه رئيسا للبلاد في سنة 2014 إلى يومنا هذا وهو ينادي بالوعي وعودة الوعي إلى الشعب المصري كله، فما بالك بالكلية الشرطة والكلية الحربية التي هما الجهتين اللي بيخرجوا أو بيخرجوا لنا الجيل الواعي من الضباط، الجيل الذي سيقود البلاد في المستقبل. وحوار الرئيس اليوم كان حوارا من القلب وكان حوارا مفتوحا بينه وبين الأجيال القادمة من ضباط الشرطة الذين سيكون لهم الغد بإذن الله، وهذا دأب الرئيس. ومن حسن الطالع أن عملية الوعي عادت، والحوار الذي دار اليوم لتوعية الأجيال القادمة ومن خلالهم الشعب المصري كله بما نمر به من أحداث وما يجب علينا أن نقوم به أو واجبنا أن نقوم به في هذه الأوقات. أيضا مدى حرص الدولة المصرية على تأهيل أبناء كلية الشرطة واتباع النظم الحديثة والوسائل التكنولوجية والتدريب على أعلى المستويات ووفقا لأحدث التكنولوجيات بالطبع للتعامل مع كثير من التحديات ورفع المستوى التدريبي لهم حتى يواكبوا ما يدور من تطورات وأيضا من حداثة في وسائل التكنولوجيا الحديثة والآلات العسكرية وغير ذلك من التطورات بالطبع؟ أشهد الله على ما أقول وأنني لست حانث في يميني، أن منذ أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدنة الحكم في سنة 14 إلى يومنا هذا وهو حريص كل الحرص على إدخال التكنولوجيا وإدخال التدريبات الحديثة في كليتي الشرطة والكلية الحربية حتى يكون لدينا أجيال من الضباط المؤهلين تأهيلا عاليا. تمام. وهذا الأمر ربما أكد عليه أيضا الرئيس وشهده بنفسه. وأيضا دعنا أنا بشكرك عموما سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ. إذا كان هناك زيارة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة، وكما استمعنا كان هناك اطلاع على سبل تدريب الطلبة الجدد بالطبع وناقش الكثير من القضايا معهم في هذه الأمور. على حال دعونا نشاهد مزيدا من التفاصيل عن قرب من خلال هذا التقرير. اللي بيقوم بالدفاع عن مصر مش احنا، لا، ده اللي بيدافع عن مصر شعبها، شعبها اللي قدم في الجيش وقدم في الشرطة. رسالة أكاديمية الشرطة، إعداد ضابط شرطة عصري متميز علميا وبدنيا قادر على مواجهة التحديات الأمنية.
اختيار الطلبة الملتحقين بكلية الشرطة جاء وفقا لمعايير وضوابط تتسم بالموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين لنيل شرف الانضمام لهذا الصرح المتميز أمنيا من أبناء الوطن. هؤلاء الذين يمثلون كافة فئات المجتمع ومختلف المناطق الجغرافية عبروا عن سعادتهم لتحقيق حلمهم بانتمائهم لكلية الشرطة وتحقيق حلمهم للالتحاق بها لتتواصل مسيرة العطاء. إن شاء الله يكون قد المسؤولية بإذن الله ويشرف البلد إن شاء الله، وربنا يقويه إن شاء الله. والله بسعادة فخورة إنها دخلت كلية الشرطة وحققت حلمي. فرحة فظيعة جدا جدا، إحساس لا يوصف. ما دخلش هو السنة اللي فاتت، بس هو اشتغل على نفسه وكان عنده يقين بربنا ان هو السنه الجايه ان شاء الله ربنا يكرمه. واحنا مسرورين ومبسوطين بقبوله بكليه الشرطه، الحمد لله رب العالمين. انا فخوره بيه جدا، وكان كل اختبار يطلع ناجح منه كنت بحس قد ايه بالفخر بيه ان هو قدر يعدي الاختبارات. طبعا الف مبروك، وفرحانين جدا جدا جدا، وربنا يوفقه ويوفق الجميع. لاول مره كان من بين الملتحقين بكليه الشرطه لهذا العام خريجات كليات الحقوق، وقد تقدمنا بخطى ثابتة لتحقيق آمالهن بعد فتح الكلية أبوابها لهن للمرة الأولى للالتحاق بها. فخورة جدا بإني هكون أول دفعة حقوق إناس تلتحق بكلية شرطة. أنا كولي أمر سعيد جدا إن بنتي في مكان محترم آمن فيه رعاية كاملة من كل شيء، فدي حاجة بتطمننا كأولياء أمور إن بنتنا في المكان المحترم ده أكاديمية الشرطة. التفوق علميا وبدنيا ونفسيا كان طريق هؤلاء الطلبة للالتحاق بكلية الشرطة ليتحقق لهم ما يسعوا إليه لنيل شرف حمل رسالة الأمن السامية. مجموعي 99%، الحمد لله ربنا كتب لي أن أنا التحق بكلية الشرطة، وده كان حلم من وانا صغير. أنا كان جاي لي كلية طب بشري برا، والحمد لله أصريت أن أدخل كلية الشرطة. كان حلم حياتي من وانا صغير أن أنا التحق بكلية الشرطة، الحمد لله الحلم اتحقق. تضع كليات الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة نظرية وعملية يتم من خلالها إعداد الطلبة الملتحقين بالكلية للارتقاء بالمستويات البدنية والعلمية لهم في قاعات المحاضرات وبالميادين التدريبية المتنوعة التي تزخر بها أكاديمية الشرطة، بما يؤهلهم لحماية أمن الوطن بكل اقتدار. لما بتلمس خطوتنا الأرض تهز جبال، أبطال بس بيجي مكانهم أبطال، يمشوا المشوار دايما جاهزين ورانا في شعب طول الوقت الإيد في الإيد. لو عدى علينا الليل علشان مع بعض أهيد، بيجي لنا نهار دايما جاهزين. هؤلاء هم حماة أمن الوطن، حاملين مش على أمنه واستقراره، مسلحين بالعلم والخلق والواجب. إذن كما استمعنا في هذا التقرير، هناك إعداد بدني وعلمي وعلى كافة المستويات في الحقيقة داخل أكاديمية الشرطة بالطبع للطلبة الجدد، وشاهدنا يعني رصدا لآراء أولياء الأمور حول التحاق أبنائهم بهذه الكلية بالطبع. هذا يأتي في إطار زيارة الرئيس بالطبع عبد الفتاح السيسي التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال السيد محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات أكاديمية الشرطة. وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرص سيادته على متابعة منظومة إعداد وتدريب طلبة كلية الشرطة، واطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، وشاهد عرضا للتدريب القتالي للطلبة وتدريبا عمليا على الرماية، وأيضا قام بزيارة للنادي الفروسية وأجرى حوارا مفتوحا مع الطلبة حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية. أما الآن مشاهدينا الكرام، فننتقل مباشرة إلى بروكسل والمؤتمر الصحفي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي. قلقون، نحن نرى الخطاب ونرى أن روسيا تحاول أن تخلق أعذار وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة وحلفاء الناتو بأنهم يستعدون لاستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية، ورأينا هذه الاتهامات، وذلك لخلق أعذار
لعمل هذا الشيء أنفسهم. بالطبع هناك اتهامات ضد أوكرانيا وحلفاء الناتو، وهذه الاتهامات زائفة، وأي استعمال للأسلحة الكيماوية سيغير طبيعة النزاع ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأيضا ستكون له تداعيات واسعة، وبالطبع سيكون هذا خطيرا جدا، وسيؤثر على الناس في أوكرانيا، وأيضا سيكون له تأثير مباشر على الناس الذين يعيشون في دول الناتو، ويمكن أن نرى التلوث وانتشار المواد الكيميائية والأسلحة البيولوجية في بلداننا. أيضا نعرف أن روسيا استخدمت مواد كيميائية ضد المعارضة، وأيضا أعرف أن روسيا نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية في سوريا ضد شعبه، وهذا يوضح أهمية إنهاء هذه الحرب فورا، وذلك لأن الموقف خطير، وبالتالي فرضنا عقوبات وندعم أوكرانيا. الحلفاء اتفقوا على مساعدة أوكرانيا لحماية نفسها من التهديدات البيولوجية والكيماوية والنووية، وهذا يشمل أجهزة كشف وأيضا دعم طبي وتدريب في مجال التلوث وإدارة الأزمات. أيضا نعزز جهوزية الحلفاء للرد على التهديدات البيولوجية والنووية، والجنرال وولترز فعل العناصر الدفاعية الخاصة بالإشعاعات والحرب البيولوجية، ونعزز مجموعات القتال الموجودة حاليا. إذن ندافع أو ندعم أوكرانيا وندافع عن أنفسنا. الرئيس زيلينسكي تحدث قبل شهر وقال إنه لم يحصل على إجابة واضحة. هذه المرة 1% من دباباتكم وطائراتكم، وهناك قائمة واضحة، ما هي إجابتكم؟ استمعنا بعناية للرئيس زيلينسكي، والكثير من القادة في الغرفة كانوا على اتصال معه خلال الأسبوع، وأنا أيضا تحدثت معه، وشارك وزير الدفاع الأوكراني في اجتماعاتنا في الأسبوع الماضي، واستمعنا بعناية، وبالطبع لاحظنا رسالته للناتو وللحلفاء. حلفاء الناتو يوفرون دعما هاما لأوكرانيا، ونحن نقدم أيضا أسلحة فتاكة وأنظمة متقدمة، أنظمة ساعدتهم على إسقاط طائرات والهجوم على الدبابات الروسية، وأنظمة بما فيها مسيرات. لن أتطرق لتفاصيل الأنظمة وأنواعها، وهناك اتصال بين حلفاء الناتو وأوكرانيا، ولكن أستطيع القول أن الحلفاء يفعلون ما يستطيعون لدعم أوكرانيا بالأسلحة حتى يدافع الأوكرانيون عن أنفسهم، وهذا حق مجسد في ميثاق الأمم المتحدة. في نفس الوقت نتحمل مسؤولية منع هذا النزاع من أن يصبح حربا شاملة في أوروبا، تشمل ليس فقط روسيا وأوكرانيا وإنما حلفاء الناتو وروسيا، وهذا سيكون أكثر خطورة ودمارا، وأعتقد يجب أن نكون أمناء. هذا بالضبط ما قلناه في اجتماعنا اليوم وما نقوله في المؤتمر الصحفي الآن. ما نفعله هو أننا نسلم الكثير من المعدات. هذه الإجابة، وبدون التطرق إلى التفاصيل، ليس من الحكمة لأسباب عملياتية أن نتحدث عن ماذا وكيف وأين. نحن نوصل معدات أساسية لأوكرانيا،
وحلفاء الناتو صعدوا من دعمهم، وهذا يحرز تقدما في القتال ضد قوات روسيا الغازية. أعرف أن هناك إذن شاهدنا مشاهدينا الكرام جزءا من هذا المؤتمر الصحفي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ، الذي أكد فيه تواصل دعم دول حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا عسكريا بالطبع، وتقديم العديد من الأسلحة والمعدات المتطورة والفتاكة لمواجهة العملية العسكرية الروسية. أيضا نفى وجود يعني تطوير للأسلحة البيولوجية بدعم من الولايات المتحدة داخل أوكرانيا، أكد على أن هذا الدعم مستمر بالطبع. هناك تعزيزات لحلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا لمواجهة التهديدات الأوروبية. هذا كان هو جزء من هذا المؤتمر الصحفي. فاصل ونستكمل معكم الفقرة الثانية في مباشر من النيل. في ملفنا الثاني في هذه الحلقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن معرض أهلا رمضان يقدم تخفيضات كبيرة وأن السلع بأسعار في متناول كل المواطنين، مؤكدا أن حجم المنافذ المتاحة قبل شهر رمضان الكريم تقترب من 8000 منفذ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب افتتاح معرض أهلا رمضان بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة. رجعت بنفسي الأسعار، والأسعار تأكدت أن الحمد لله الأسعار يعني في تخفيضات كبيرة جدا جدا جدا. النهاردة الحقيقة احنا عندنا يعني المعرض ده على مساحة 12000 متر، فيه أكتر من 165 شركة بتعرض السلع بأسعار زي ما قلت في متناول كل المواطنين. ويمكن الحقيقة أنا براجع مع معالي الوزراء واتحاد الغرف حجم المنافذ اللي إن شاء الله هتكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وحتقترب من 8000 منفذ يعني قبل بداية شهر رمضان إن شاء الله. كما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية لديها مخزون كاف من السلع التي يتم عرضها للمواطن بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بالاستمرار بعد شهر رمضان لمساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء. الحمد لله الدولة المصرية لديها مخزون كافي من السلع اللي يكفينا ان احنا نتحرك ونتيح السلع للمواطنين بالاسعار المناسبة دي. ويمكن توجيهات سيادته مش فقط ان احنا نكتفي بشهر رمضان، ولكن توجيهاته ان احنا كمان نستمر بعد شهر رمضان لفترة كمان كافية علشان نقدر ان احنا نساعد المواطن في تحمل الاعباء في هذه الفترة. وفي السياق ذاته أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على دعم المواطنين، وأن زيادة الأسعار تعتبر يسيرة مقارنة بباقي دول العالم. بعد ما كنا عدينا الموازنة قبل الأزمة الروسية والأوكرانية على أساس الظروف الطبيعية، رجعنا الموازنة مرة أخرى، واتعملت الموازنة بطريقة أكثر تحوطاً. وتوجيهات سيادة الرئيس أيضاً أن احنا نطيح احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه، عشان بقدر الإمكان هذا الاحتياطي يوجه في الغالب لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات اللي هي ممكن تحصل فيما يخص الأسعار، بحيث لما بنمرر جزء للمواطن بيبقى الجزء اليسير. ودي نقطة مهمة جدا لازم كلنا نبقى فاهمينها، إن الحمد لله الدولة المصرية حتى مع بعض الزيادات الأسعار اللي بتحصل ما زال هذا الرقم يعني يعتبر يسير جنبا للي بيحصل في كل دول العالم. لمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. يعني باشمهندس لو تحدثنا عن الجهود التي تقوم بها وزارة التموين بالطبع من خلال هذه المنافذ لتوفير سلع بأسعار مناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات المصرية. على مشاهدين الكرام، كل سنه وحضرتك طيب والشعب المصري كتير. انت زي ما حضرتك سمعت من التحليل السابق يعني ان الدوله بتقوم بجهود كبيره لرفع الاعباء عن المواطن المصري، ممكن من خلال ذلك تم النهارده افتتاح معرض الرئيس تحت رئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء في ارض قاعه الفرقانات في مدينه نصر، وفي 165 شقه عارضه تخفيضات تصل ب 20% وبالاسعار اللي هي ما قبل فيها روسيا النهارده. يمكن اشار برضو ببعض النقط ان هذه المعارض اللي تم البدء فيها من ينزل 15 مارس بتخفيضات من 20 ل 25 30% في جميع انحاء الجمهوريه، وبارقام غير مسبوقه في المعارض. بعض المعارض في المحافظات وصلت 9 من
11 و8، بجانب النهارده خطه الشرطه القابضه بالدفع ب 100% منها المواد الغذائيه بالتخفيضات من 20 ل 25 او بعد السلع 30% في المجمعات الاستهلاكيه التي تصل الى 1600 مجمع استهلاك على مستوى الجمهوريه في خط الصعيد وبحري اسكندريه والقاهره الكبرى. تم الدفع ب 168 شاتل لحتى النهارده في جميع انحاء المناطق، في المناطق الاكثر سكانا والاكثر احتياجا. تم الدفع ب 300 سياره متحركه تحمل المواد الغذائيه بنفس التخفيضات في المناطق والشوارع والتي ليس لها اي معارض في النجوع والقرى والمناطق الاكثر احتياجا والاكثر سكانا. تم الدفع بفروع جمعيتي، كنا بنتكلم في 500 وصلنا ل 1000 ربع جمعيه النهارده على مستوى الجمهوريه في القرى اللي على بعد 500 متر. كل هذه الخطط من وزاره التموين اللي تم يعني معالي وزير التموين والتجاره الداخليه مع المنتجين واصحاب الموظفين واشهر الكلام ده النهارده ان التخفيضات تم اتفاقها من راس الهرم الى ان تصل الى المواطن. والجديد بقى نقول في المعجين عند حضرتك النهارده كانت توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتموين ان المعارض دي والمعارض الشوادر والسيارات ستظل بعد شهر رمضان، مش هنقول نتكلم شهر رمضان، ستظل بعد شهر رمضان. وتم الاتفاق مع السيد معالي وزير التنميه المحليه ان تسلل المشاوير والمعارض لرفع الاعباء عن المواطن المصري طوال شهر رمضان وبعد شهر رمضان شهر، وممكن تمتد الى طول العام ان شاء الله في هذه الظروف حتى تنتهي هذه الظروف التي تمر بها العالم واللي غيرت من سياسات العالم كله. ولكن كما اشار في التقرير ان مصر لن تتاثر جيدا لوجود بدائل الحلول ووجود الاهداف، يعني كل ما وجود استراتيجيه بديله لكل السيناريوهات، واحنا حاطين اسوء الظروف حتى نكون على ارض صلبه وتكون السلعه متوفره وتنتهي هذه الازمه التي لم يعرف يعني متى تنتهي اي واحد مهما كان لا يعني ظروفها ايه. ولكن الدوله موفره، تكلمنا عن مخزون استراتيجي في الدوله امن وجميع السلع متوفره، وكان تم التعاقد على 100,000 طن زيت اول امبارح لتامين المخزون الاستراتيجي للزيت الى 6 شهور ونص، مش 6 شهور بس، 6 شهور ونص. عندنا المخزون الاستراتيجي من الزيت الاولين اللي هو الخام اكثر من عام، فكل السلع متوفره. الناس بدات تتزحم من فتره الحرب، ولكن الحمد لله بعد كده وجدوا المعارض والشوادر والسيارات بتخفيضات من 20 ل 30%. اتكلم عن ازازه الزيت اللتر النهارده 24 25 في المعارض، كيلو السكر من 9.5 ل 10 جنيه في المعارض، الرز من 8.5 و 8 و 9 جنيه في المعارض. نتكلم على اللحوم النهارده تم دفع كميه من اللحوم السودانيه ب 95 جنيه، كميات كبيره جدا 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 في المعرض والمعارض الاخرى. تم الدفع باللحوم البرازيل اللي هي ب 80 جنيه، تم الدفع بالدواجن ب 48 جنيه، وهنقول في معارض برضه عرض لحوم في المعرض. في السلع جميع السلع متنوعه من شركات مختلفه في هذه السلع. عاوز اقول ان النهارده هذا العمل اتى نتيجه تشارك وتنسيق ما بين الوزارات المختلفه، وكل يعمل في سياق واحد. يمكن وزاره الدفاع تم الدفع ب 1000 عربيه تحيا مصر، تم الدفاع بمعارضها ومنافذها معنا نفس الشيء. تم الدفع بوزاره الداخليه من خلال مبادره كلنا واحد ومواويل سيارات امان، تم الدفع من وزاره الزراعه بنافذها وشغال. عاوز اقول برضه الساده اعضاء مجلس النواب اللي تم الدفع منهم بشوادر في المناطق. فالنهارده ان وصلنا رقم غير مسبوق منذ سنوات 8000 منفذ فيها معارض قعد رمضان، والسلاسل التجاريه والقطاع الخاص اللي اشتركوا معانا ب 1983 معرض بيحط جزء من هذا الهايبر، ان في 50 60 متر من معرض قعد رمضان بالسلع الاستراتيجيه اللي اتفقنا عليها اللي تكون نفس التخفيضات ونفس الاسعار ونفس الموازين ونفس المواصفات في جميع انحاء الجمهوريه للمواطن المصري. والله يا فندم انت جاوبت على اسئله كتير كنت اسالها لحضرتك، بس يلا خلاص نروح لموضوع اخر. فكره الرقابه كمان على الاسواق يا باشمهندس، يعني كيف هي ايضا لمنع التجاوزات من البعض ودور وزاره التموين في هذا الشان بالطبع بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الحكوميه الاخرى؟ احنا طبعا الرقابه شغاله على قدم وصول في هذه الايام في السوق. لاول حاجه عشان بقى مش معنى الاسعار تنزل من غير في الجوده، لازم تكون الجوده والمواصفات القياسيه في تبقى المواصفات القياسيه المصريه والجوده عاليه جدا جدا. بيتم النهارده الاسعار من خلال في بعض السلع بيتحط عليها سعر البيع والمستهلك، في بعض السلع اللي يصعب وضع عليها سعر البيع والمستهلك، ولكن هذا لازم يكون في الفاتوره. انا عاوز انوه لحضرتك ان اي واحد هيقدر يرفع في الاسعار بدون مبرر، احنا عندنا في الفاتوره لازم يكون فيها سعر البيع للمستهلك. طب ينظر للفاتوره صدرت في شهر كام وقبل هذه الزيادات وقبل اي زيادات مبرره، ويتم محاسبه التاجر على هذا
الامر الذي يكون سعر الدين المستهلك المعلن على الرف هو اللي موجود في الفاتوره او الموجود على السلعه هو اللي بتعلن على الرف للبيع. دي نمره واحد. البيع بهدف من التسعيره النهارده عدم اثبات فواتير، كل هذه الامور النهارده كان يمكن احكام الرقابه على الاسواق اللي يمكن ادت بثمارها من خلال يعني البرنامج حضرتك مشاهد يعني هذا الموضوع ان تم الرجوع بالاسعار الى ما قبل الحرب واللي والاسعار اللي كانت زادت بدون اي بغرار رجعت لاصلها ثاني، وعملنا تخفيضات من 20 ل 25 على الاسعار ما قبل بموضوع لا. حرب روسيا واوكرانيا. ايضا لو اتكلمنا عن موضوع الوعي والمسؤوليه المجتمعيه المشتركه بيننا جميعا كدوله وكمواطن وايضا كقطاع خاص، اهميه هذا الامر حتى يتم مجابات هذه الازمه وهي ازمه تواجهنا جميعا وليس يعني لطرف واحد ان يتحمل المسؤوليه فيها في نهايه المطاف. شكرا على سؤال حضرتك، سؤال جميل جدا لموجود الساده المشاهدين كلها. اولا اننا نتكلم عن المحور الاولاني لازم نكون واعيين عن الوعي، وده قامت به وزاره التمويل من ادارات الارشاد اللي هي موجوده فيها، والاعلام المصري اللي النهارده مشكوره متقدم بنبدا نوع الناس ان في شوارع ان في تخفيضات ان في كذا، ما تشتريش من المكان الغالي خد من المكان الرخيص وفي الاسعار دي مغلى. الحاجه الثانيه ترشيد الاستهلاك، الناس اللي ازدحمت وخدت الحاجه قبل المعارض النهارده بتندم خسرت في الميزانيه عندها عامل تخزين، طب ما السلع متوفره وعندنا السلع امنه، المخزون الاستراتيجي امن والدوله حريصه على المخزون الاستراتيجي لست شهور وثمان شهور وبعد سلع، الدوله اللي حريصه ان هي خدت قرارات لتامين المخزون الاستراتيجي زي منع تصدير الفول والبقوليات ومنع تصدير الدقيق ده لحفاظا على تامين الغذاء للمواطن المصري، الدوله اللي عملت تحفيز توريد القمح برضه نقول كده. الحاجه الثانيه بقى الترشيد مهم جدا، ازاي انا اروح اشتري اخد كميه باكل بزياده او اجيب بزياده القي بالكمامه 60% في منها القفل في شهر رمضان وبنستهلك اكثر من 50% زياده لما ننشط في الاستهلاك. الحاجه الثانيه انا باكل جسد سمنه واروح ادفع فلوس ثاني عشان اشيل السمنه، طب ما ناخد على حد مصدراتي وعلى حد طلباتي اشتري. الحاجه الثانيه منع التزاحم، منع التزاحم لان النهارده انا كنت شايف في تزاحم على السيارات وعلى كده على المعارض والشوادر شغاله طول شهر رمضان والجديد برفع الاعباء، المعارض والشوادر شغاله لبعد شهر رمضان وممكن تمتد طول العام، وهذا يعني مؤشر عالي جدا للحفاظ ورفع الاعباء على المواطن المصري. ايضا لو اتكلمنا عن مجموعه الحوافز كمان يا باشمهندس اللي احنا شهدناها في الفتره الاخيره، اهميتها بالطبع وتشجيع المواطنين ايضا وخاصه المزارعين على توريد القمح وغير ذلك من الخطوات اللي بتساهم وتدعم الدوله ايضا في هذه الخطوات التي تقوم بها. عشان حضرتك برضه سؤال جميل لحضرتك اللي حضرتك اشرت الحاجة جميل قوي، موضوع توريد القمح محصول استراتيجي من ضمن الدوله بتحافظ على المحصول الاستراتيجي، فكان الزراعات التعاقديه اللي وصلتنا في الامن الغذائي في الارتفاع ذاتي زي السكر او شبه ارتفاع ذاتي في السكر والارز وبعض السلع الاخرى. النهارده الزراعه التعاقديه في السكر خلت فيه 600,000 فدان بندر سكر يدينا 1.4 مليون طن سكر، فده ادت حاجه كويس جدا. النهارده الدوله حفزت المزارع على زراعه القمح نتيجه ان هي سعرت ارتب القمح قبل زراعته اللي هو 810 بزياده 100 جنيه عن العام الماضي، صح كده؟ فجينا النهارده في ظل الظروف كان في القياده السياسيه حريصه على زياده المخزون وتوجهت بزياده الحافز لتوريد القمح السنه دي 65 جنيه، اصبح المواطن المصري عنده زياده السنه دي في توريد القمح من 165 ل 175 حسب درجه النهاوة، يعني المزارع النهارده استفاد ب 2000 جنيه زياده، والدوله النهارده على هذا الوضع حطت خطه لتوريد القمح ليصل من 5.5 الى 6 مليون طن هذا العام، فالنهارده انت بتتكلم في مخزون استراتيجي للقمح ما يقرب من نهايه ديسمبر 22، هذه الحوافز او مجموعه الحوافز المزارع للملء القمح للدوله بما يعادل 12 ارداب للفدان، وتم عمل تكليفات لمديريات الزراعه ومديريات التمويل والتنسيق لحصر الكامل لزراعه القمح والارض المنزرعه والتوريد النهارده، ومن خلال هذا البرنامج هو برضه حاجه للمواطن المصري لن يجرؤ مواطن مصري ان يتاجر في حبه قمح هذا العام، لان توريد القمح اتخذ له اجراءات كافيه جدا لتوريد المحصول للوصول الى الهدف، لحد النهارده في حافز عمل النهارده كل واحد هيورر بالمساحه
النهارده هيورد المزارع وياخد فلوسه في خلال 28 ساعه، واللي مش هيورد وزاره الزراعه بتاخد الاجراءات ومنعه من دعم الاسمده والتعامل مع البنك الزراعي، وده ان الدوله ادت لك حافز عشان تشير منك الامس. نعم. بدأ كانت الدولة أكثر من 15 مليار جنيه، وترجع الدولة لأن تدعم لك الأم عشان تديك شيلين، فالدولة حريصة على رفع على التحفيز ورفع الأعباء عن نعم. المواطن المصري. بشكرك المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي في الحلقة من مباشر من النيل، يتجدد اللقاء وموضوعات جديدة ومتجددة. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.